مساء الخير جميعا، ويعطيكم ألف ألف عافية. مرسي كتير لأنكم حضرتوا، لأنكم لبيتوا الدعوة. أنا كنت صراحة محضر هيك خطاب دسم جايب فيه سيرة الأدباء والفلاسفة مثل جبران وغيره وغيره، لكن حسيت انه الفايب ما بده هيك الليلة، مع احترامي لألهم الشديد، بس عم نضل نجيب سيرتهم. سو كتبت نوت وحبيت اجي اعمل نوع من النصيحة لطلابنا وحبايبنا واهلنا بالكورة وللجميع. هلا انا ما بعرف كيف ثابت انه مها حكيت عني، انا كنت جاي بس شوي اعرفكم عن حالي لانه ما في ناس ما بتعرفني. للاسف الغربه خطفتنا بعد ما تخرجت وبعد ما تعلمت، واضطريت اني سافر لالحق لقمه عيشه، وهونيك بالغربه كمان اسست عائلتي. وبدي رحب بمدامتي اللي اجت خصوصي اليوم من دبي كرمال تحضر هيدا الحفل، لانه كتير كتير نحنا كجمعية وكشخص وكعائلة بنهتم بالمواضيع التعليمية والتربوية، بحيث انا تربيت على يد مربيين اللي هني اهلي. قبل الهندسة بدي أخبركم بس شغلي، أنه أنا تلميذ حرب. أنا خلقان بال76، ويومتها كانت البلد تعصف به حروب الآخرين على أرضنا، وخسرت بي بهيدي الحرب، وصار في تقشف قوي كتير بالعيلة عنا، لكن هيدا ما منعنا انه نتعلم ونستمر ونتحدى الصعوبات، مثل الباخرة يلي مواجهة عاصفة بالبحر لكن مصرة انه تعبر من مرفق لمرفق تاني. وهيك صار، كانت الامور تمشي، وكان اليد الخيرة له دور بمجتمعنا وبالكورة وبلبنان من آنذاك. اليد الخيرة ما اجت فجأة اليوم، اليد الخيرة ورثناها، وهيدي تذكروها دايما انه ورثنا الخير وعمل الخير، ولازم انتو تكملوا والبعدكم كمان تعلمون كمان يكملوا، لانه لبنان ما بيمشي الا بابنائه. وتذكر انه لبنان فقط للبنانيين، واللبنانيين هني بيشيلوا حالهم وهني بيساعدوا حالهم وهني بيساعدوا غيرهم. بدي هيك حكيت على السريع عني، بس انا بدي هني التلاميذ متفوقين اليوم، اهلا وسهلا فيكم، نحن بنفتخر فيكم. يبقى المرحوم والدي يسمي الكورة البنت البكر للبنان، تخيلوا، لأنه هي كانت مهد للثقافة والعلم والنور بلبنان. وأنا جاي هلأ من كم يوم جاي من لوس أنجلوس، لأنه رحنا نكرم كوراني يلي هو الدكتور فريب سالم بلوس أنجلوس على نجاحاته المثمرة عبر عشرات السنين. اللي خلف ما مات يا باشا، خلي ليك بقى، بدنا نلحق أولاد الكورة وين ما يكونوا، وين ما يكونوا بدنا نجيبهم لعنا، لأنه هيدا مرجعهم وهيدا منبتهم وهيدي الابنة البكر للبنان. ذكروا هيدي الجملة. بدي كمان يعني خصص بالتهاني إيدي يلي طلع الأول بلبنان. أنت فخر لعنا إيدي مع زملائك الآخرين، ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب بتكون دايماً الأول بحياتك مع رفقاتك، وبتستمروا بهيدي التفوق والنجاحات الباهرة والمستقبلية إن شاء الله.
بدي أشكر الأهل. هذا شعارنا. أنا كل يوم الصبح بشكر ربي وبشكر أهلي. ولو هني مش موجودين بس هني سبب أساسي فيما نحن عليه وما نصل إليه بالمستقبل. تذكروا أن أنتوا فقط الثمرة. هذه الثمرة مرة يوم من الأيام حتصير شجرة. لكن أنتوا جايين من شجرة وهذه الشجرة هي الأهل. وما لازم أبداً يمر نهار واحد إلا ما تكرموا فيه أهلكم ودايماً تعتزوا بمين أنتوا وتذكروا أنه لا المصاري بتعمل عالم ولا المراكز بتعمل عالم. أنتوا اللي بتعملوا المصاري وأنتوا اللي بتعملوا المراكز. مشان هيك دايماً رجعوا لأصلكم ولأهلكم ولجدودكم واشكروهم. ونحن كل يوم بنشكر أهلي من وراء كلنا أهل. هيدي تذكروها دايماً. بدي أشكر المدراء والكوادر التعليمية والأساتذة لأنه بالفعل هني أصبحوا اليوم الجنود المجهولين بهذا الوطن يلي عم يضحوا ويتعبوا باللحم الحي كرمال ما يقبلوا إلا ما يخرجوا أجيال. فألف تحية وأخلاص وأكبر للكوادر التعليمية والمعلم والمعلمة يلي عم يضحوا ويبذلوا مجهود. وانتو المربيين والمربيات وانتو كمان منفتخر فيكم. فألف شكر لألكم. بدي أشكر فريق كلنا أهل وكمان مكتبي السياسي يلي تعب بهيدا الطي نجح هيدا الإيفنت. وأنا شايفه إيفنت كتير راقي ومشكورين على هيدا الجهد. ممنونك سعاد مها هند الكل بدون ما سمي. ألف شكر لألكم ويعطيكم ألف ألف عافية. هدف الحفل مش الشو أوف. الحمد لله ما بدنا إياه. هدف الحفل هو الالتقاء مع أبنائنا وتكريم الطلاب المتفوقين. حنضل نعمل هذه الإيفنتات مش بس للطلاب، لكل شخص يتميز بالكورة، للأساتذة المتقاعدين يلي صارت كمان إيفنت سنوي حنحتفل فيه. بدنا نضل ندعم القطاع التربوي لآخر نقطة دم فينا لأنه هو أساسنا. وصدقوني اسألوا مجرب ولا تسألوا حكيم، القطاع العلم والثقافة هم الأساس في أي نجاح مستقبلي. بقى هيدا الإيفنت اليوم هو للإضاءة على دور العلم بمجتمعنا وعلى دور لبنان وهويته الثقافية، هويته الجغرافية، هويته التاريخية، هويته بأهله. وهيدي الهوية لن يتمكن أحد من سلبه لنا، لا يغيروا لنا هويتنا ولا يجربوا يغيروا لنا ديموغرافيتنا. حتى لبنان بده يضل فقط للبنانيين. وهيدي الإيفنتات ستثبت أكثر فأكثر إنه حتكون المواجهة ضد الظلم وضد الجهل وضد أي تغيير لهوية لبنان حاليا ومستقبلا. ما بدي كتر حكي بس ضروري لكم، أنا يعني لأنكم كطلاب صاعدين عندي توصيات صغيرة بتمنى تاخدوها بالحسبان وتقولوا يوم من الأيام وقف طالب سابق. أنتوا الزملاء صرتوا بقى. وقف طالب سابق قدامكم وحكي هالكم كلمة. هيدي الكلمة مش جايبة من كتب، جايبة من الحياة يلي عشتها. أنا شقيت وتعبت، شفت ويلات، شفت حروب، شفت أرامل، شفت نكسات، شفت نجاحات، شفت فشل. مرق علي خبرة لا بأس بها تقدر بكل تواضع طبعا أعطيكم هيدي النصائح. أولا في عندي أربع شغلات بتمنى عليكم
ما تنسون. أولا العائلة، تذكروا القيم العائلية يلي وصلتكم لهم. في قيم موجودة بالدم تبعكم هي تناولتها الأجيال من وراها أنتم وصلتوا اليوم لهيدا الشيء. العائلة الصغيرة يلي هي أهلكم وأخواتكم، والعائلة الكبيرة يلي هو العائلة يعني الكازنز تبعكم وكل الشجرة يلي أنتم نازلين منها. هيدي الأمور بتصور اليوم في كتير جهات دولية وجهات شعرفني من وين جايين عم بيجربوا يسلبوا منا هيدي القيم. تمسكوا بالعائلة وابنوا عائلات لأنه هي الأساس بأي شيء بدكم توصلوا. ثانيا المدرسة، البيت الثاني لألكم هو المدرسة يلي أنتوا ربيتوا فيها وتعلمتوا فيها. أتمنى عليكم، أنا برمت الدنيا وبرجع دايما على مدرستي، على مدرسة الضيعة يلي أمي علمت فيها، وعلى المدارس يلي بي علم فيها، وعلى المدارس يلي ما بعرفها. لكن ارجعوا للمدارس وادعموها، لأنه ممنوع على المدارس أن تقع أو أن تفشل أو أن تغلق. المدرسة هي بدكم التاني، هي المكان يلي الأهل مش قادرين يعطوكم هيدا القسم من حياتكم ومن ثقافتكم، المدرسة عم تعطيكم إياها. بتمنى عليكم من بعد العائلة ما تنسوا مدرستكم وصرحكم العلمي. ثالثا المجتمع، أنا هلأ عم بحكيكم كشخص تغيير جديد غير قادم من بيت سياسي وغير قادم من أي حزب، مع احترامي طبعا لجميع الأحزاب. ركزوا على مجتمعكم، لا تفرقوا حدا، لا تقولوا هيدا مسلم هيدا مسيحي، لا تقولوا هيدا إكس أو إجري أو هي بينتمي لحزب فلان أو حزب فليتين، هيدا مجتمع. بالعكس افتخروا أنه هيدا المجتمع متنوع، هيدا المجتمع ديمقراطي، هيدا المجتمع بألوان متعددة. افتخروا فيه واشتغلوا كمجتمع كشأن عام بدون تفرقة. ما تنسوا البيئة الجايين منها، ما تنسوا الضيعة الجايين منها، ما تنسوا الشارع الجايين منه، ما تنسوا البناية اللي كنتوا ساكنين فيها. اشتغلوا دايما وركزوا على مجتمعكم، وما تنسوا المجتمع بغض النظر عن الخلفيات يلي يتقوقع فيها هذا المجتمع. انتوا بتغيروا بعدين، بس ما تنسوا وما تفرقوا حدا. رابعا وعلى صعيد اكبر، الوطن. احملوا ارزتكم معكم وين ما تروحوا، اشتروا العلم اللبناني اذا بدكم تسافروا، اسمعوا مني اشتروا. اذا اللي بياخد معه القرآن او اللي بياخد معه صورة مارجريس ياخد معه العلم اللبناني كمان ويحطه ببيته وين ما يكون بالعالم. احفظوا ارزتكم، احفظوا علمكم، احفظوا شرفكم، احفظوا مأويكم الاول والاخير. ما تنسوا تراب وطنكم، لانه هذا هو التراب يلي جمع كتير من اهلنا وجدودنا ومن شهدائنا. بتمنى عليكم انه الوطن تحملوه معكم بروحانياتكم واعمالكم وريادتكم، وتشكروه وين ما تكونوا وترفعوا اسمه. شو بدكم، شو صار بالبلد وكيف فشل البلد وكيف ما قدرت الدولة، هيدي الدولة والسياسة والحكومات الفاشلة، لكن الوطن ما زنبه، وطن جبران ما زنبه، وطن أنطونس عادي ما زنبه، وطن كمال خيربيك ما زنبه، وطن كل الشعراء والأدباء والعظماء يلي اجوا ما زنبه. انتوا اشتغلوا لوطنكم، اشتغلوا لا ارفعوا اسمه وين ما تكونوا بالعالم، وهيك بتضل لبنان موجود. وين ما تكونوا بتكونوا انتوا ذخيرة له وقيمة مضافة بغض النظر وين ما تكونوا. آخر أربع توصيات هيدي على الصعيد الشخصي، وهيدي من خبرتي لألكم. في أربع صفات ضروري ضروري تتسموا فيها، وإذا ما عندكم إياها تشتغلوا عليها، لأنه هي يلي بتوصل. وبرجع بقلكم هيدي نصيحة من طالب سابق لألكم بغض النظر عن موقعي الحالي.
الجدية. مش كله بالمزح ومش كله ب سوري على الـ على الـ يعني التعابير، بس الطق الحنك ما بيوصل كتير. الجدية بالتعامل، الجدية بالرؤية، الجدية بالعمل، الجدية بالدرس. الجدية هي بتوصل الإنسان إلى ما يطمح إليه. الجدية هي صفة ضروري، مش إنه ما تكونوا يعني تكونوا فرد شقفة يعني، بس إنه الجدية هي ضروري جدا بالإنسان إنه يقدر يوصل لمبتغى. الطموح، ما تشتغلوا بدون طموح. خلوا في رسمة قدامكم، أنتوا شو حابين تكونوا بالمستقبل، شو طامحين تكونوا، شو طامحين يكون عندكم، شو طامحين بالعائلة، شو طامحين بالشغل، شو طامحين للوطن لمجتمعكم. لازم يكون عندكم طموح، وهذا الطموح ضلوا غرسينه تتشتغلوا ويكون عندكم رؤية محددة. الشجاعة لفت لي نظري بلوس أنجلوس، هو بعزة الخوري قال كلمة لا تخافوا مذكورة 365 مرة بالإنجيل. يعني ربنا عطينا كلمة لا تخافوا كل يوم من السنة، كأنه عم بيقلنا إنه كل يوم ما تخافوا، والما بيخاف هو الشجاع. ولو سودت الدنيا بوجهكم، ولو سودت الدنيا بوجهي، وصال لمحلات ما يكون معي مصاري، ما يكون معي حق تاكسي اطلع من المدرسة او الجامعة على البيت، او تتعطل الدنيا قدامي يقول انا بكرة شو بدي اعمل، كيف بدي اشتغل، وين بدي اروح، ما تخافوا، ما تخافوا، امنوا بالله، امنوا بحالكم، امنوا ب ركيزتكم وعقيدتكم، امنوا بالشيء اللي انتو تربيتوا عليه، امنوا بالتربية تبعكم. تحلوا بالشجاعة، لانه الشجاعة هي بتخلي الانسان يوصل، هي بتخلي الانسان يحقق. الشجاعة هي المطلوبة لبقاء الانسان وبقاء المجتمعات وحتى بقاء الوطن. لو ما الشجعان بلبنان، لبنان لم يبقى. كرمال هيك الشجاعة مطلوبة. آخر شيء، مزبوط عندكم طموح، مزبوط في جرأة وجدية، مزبوط في شجاعة، لكن التواضع هو واجب. مهما وصلتوا، مهما تعلمتوا، مهما تسقفتوا، مهما رحتوا، ومهما صار عندكم، ومهما عليتوا، من دون التواضع لا يكتمل مسعاكم. من دون التواضع لا يكتمل والتواضع هو اللي بيخليكم تكسبوا محبة الناس، وبيخليكم تتقدموا أكثر وتنجحوا أكثر. مهما عليتوا أرجوكم تواضعوا، لأنه التواضع هي من الشيم، من شيم، هلا اليوم بيقول الرجال، بس هي من شيم الرجال والنساء. الشجاعة، التواضع هو ميزة بالإنسان. يسوع المسيح تحلى فيها، النبي محمد تحلى فيها، كانوا متواضعين، كانوا بسيطين، كانوا يقعدوا مع العالم، كانوا يتحدثوا بدون ما يعرف حدا من هن. بقى بتمنى عليكم انه كمان التواضع يكون من الاشياء اللي دايما تتحلوا فيها. سوري طولت عليكم، بس حبيت يكون حبيت انه كلمتي تكون من القلب للقلب، وتكون نصيحة أكثر من هي فلسفة. ويعطيكم ألف عافية، وأنا بتشرف فيكم وتشرفت فيكم، وأهلا وسهلا فيكم.